الرحمن الرحيم. مباراة اليوم أمام منتخب فرنسي طبيعة الحال مباراة صعبة ويصعب التكهن بنتيجة، لكن أعتقد أن المنتخب المغربي قادر إن شاء الله أن يحقق الانتصار ويحقق آمال المغاربة والجماهير العربية، وأتمنى أن يكونوا في الموعد إن شاء الله اليوم رغم صعوبة المقابلة، لكن يبقى العنصر الأساسي وهو الدعم الكبير للجماهير المغربية التي حجت من المغرب وجميع بقاع العالم، وكذلك الجماهير العربية التي تزين نفسها بالعلم المغربي وبالقميص المغربي، وهذا ما يفرح في هذه الدورة ديال كأس العالم، بأن الحمد لله جميع العرب متوحدين مع المنتخبات العربية، والمغرب أبان عن إمكانيات وقدرات وساهم كذلك في إنجاح هذه التظاهرة في بلد قطر، بلد شقيق، وهذا يعني الفخر بالنسبة لنا كمغاربة واعتزاز لجميع العرب. أتمنى أن يحظى المنتخب المغربي بالبطاقة النهائية إن شاء الله، ونكون حاضرين كلنا في المغرب مع المنتخب في المقابلة النهائية إن شاء الله. واحد سعيد وموفق.